مرحبا اخت مايا. الحمد لله. كريم سمير الزكري. من وين؟ من التربة. حياك. اين يقع وادي حشيفين؟ وادي حشيفين. حشيفين او حشيفين؟ حشيفين. ايوه. بالمهرة باعتقادي. اين بالمهرة بالضبط؟ بالمهرة حوف على ما اعتقد. حشيفين. اين يقع وادي حشيفين؟ في اي محافظة يمنية؟ والله ما ادري. انت من وين؟ انا من ذمار. حلو. هذه مش قريبه من ذمار، بعيده شويه. اين يقع وادي حشيفين؟ وانا اجيب لك الان جائزه. حاول. كيف حالي؟ الحمد لله رب العالمين. عرفيني باسمك. العيده. من وين يا خاله؟ العيده من وين؟ من وين؟ من حايز. من حايز. حيابك واسمك؟ عايشه. من وين يا خاله؟ حايز. من حايز. اسمك؟ زهره. من وين يا زهره؟ منطقه حديده. حيابك وانتي؟ انا فايده. من فايده؟ من وين؟ من المخا. من المخا. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. طيب أنا معي سؤال، إذا عرفت بتجاوب تكسبوا جائزة إن شاء الله. في وادي اسمه لمع منتي كذا إن شاء الله تعرفي. في وادي اسمه وادي حشيفين، أين يقع؟ ما يقع. وادي اسمه وادي حشيفين، أين يقع وادي حشيفين؟ وادي حشيفين. الحشيفين. حشيفين. الحشيفين. حشيفين. في وادي اسمه حشيفين، أين يقع حشيفين؟ حشيفان ما قالوا. أنا قح. عقمة وبيت عقمة. يا مايا ساعد. إحنا أنت. طيب إحنا نحب أهل حيس والمخا والحديدة. هل يقع في عزلة؟ هل يقع في الصلو؟ أم يقع في حيفان؟ أم يقع في الشمايتين؟ الشمايتين. صحيح، في الشمايتين. إذن وادي حشيفان يقع في الشمايتين، مديرية الشمايتين، وسيكون هناك محورنا الخاص في رحالة اليوم الذي سنتحدث فيه عن بعض من هذه المعالم. ولكن قبل ذلك أسلم الجائزة هنا مرة ثانية. اسمك يا خالة؟ عايشة. أنا العيدة. العيدين؟ أنت مش عيد واحد. العيدة خلقت يوم معي. العيدة معيدة خلقت يوم معيدة وكبير. الله يحفظك. والكبير كمان يوم معيدة وكبير خلقت. الله يعطيك العافية. اسمك مرة ثانية؟ فايدة. واسمك؟ زهرة. زهرة. وربنا يعطيك العافية ويوفقك إن شاء الله. إذا الشمايتين في محافظة تعز التي يقع فيها هذا الوادي، وليس تكون موضوع رحالتنا في حلقة اليوم. ولكن قبل ذلك أسلم الجائزة في رحالتنا، 50,000 ريال بالتساوي. ألف مبروك.